طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. أهل العالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات ماكو، باوع على الجنب الاخرى. عندنا مقومات موت، عندنا بكيسيات منتشره بالشوارع، تسلع، عندنا طائفيه، عندنا عنصريه، عندنا جهتيه حتى داخل المذهب. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نريد ان نخصص النصف الاول من هذه الحلقه حول موسم الانتخابات في كردستان العراق، يعني مع انطلاق موسم الانتخابات والإعلان عن تحالفات واسعة ضمت أحزابا تقليدية وأحزاب ناشئة، الحزب الديمقراطي الكردستاني نأى، وهو بقيادة رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود البرزاني بنفسه، عن التحالفات بعد أن قرر خوض الانتخابات النيابية المقررة في مايو أيار المقبل منفردا، فيما أوشكت أحزاب السليمانية على تشكيل تحالف ثلاثي لخوض الانتخابات، وهو ما اعتبره مراقبون تخطيطا لوراثة أربيل في المناصب والمكاسب التي يتم الحصول عليها من بغداد. في هذا السياق، مصدر سياسي كردي أكد بأن القوى السياسية الكردية فشلت في الاتفاق على دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة انتخابية واحدة، وأوضح في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني المسيطر بشكل شبه كامل على محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق قرر خوض الانتخابات بشكل منفرد بعد أن فشل في إقناع الأحزاب الكردية بالدخول في تحالف واحد وفقا لشروطه. أشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سجل في مفوضية الانتخابات بشكل منفرد يعتمد على جماهيره في محافظة أربيل، ونتائج الانتخابات هي التي ستحدد طبيعة تحالفات الحزب في المرحلة المقبلة. أضاف بأنه بات من شبه المؤكد صعوبة التحالف مع أحزاب السليمانية، كما يقول المتمثلة بحركة التغيير، الجماعة الإسلامية، العدالة والإصلاح، التي أيدت التظاهرات التي خرجت ضد حكومة إقليم كردستان الشهر الماضي وطالبت بإسقاطها، ولفت إلى وجود تقارب بين الأحزاب الثلاثة لتشكيل تحالف قوي في السليمانية يكون ممثلا للأكراد في العاصمة بغداد. وهذا طبعا ما أكدته عضو البرلمان عن حركة التغيير سروة عبد الواحد، التي ذكرت بأن حركتها متحالفة مع الجماعة الإسلامية وتيار العدالة والإصلاح بقيادة نائب رئيس الوزراء الأسبق برهم صالح، والمنافسة السياسية داخل إقليم كردستان أقوى من بقية المناطق. أشارت إلى أن وضع التحالفات في إقليم كردستان العراق اختلف هذه المرة، مؤكدة بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني طلب الدخول في قائمة انتخابية موحدة لخوض الانتخابات في المناطق المتنازع عليها، لكننا رفضنا الدخول مع حزب تسبب كما تقول بالفشل في الإقليم، ولم يكن قادرا على التوصل إلى حلول بشأن المشاكل التي نشبت مع الحكومة في بغداد بسبب الاستفتاء الفاشل كما وصفت. أضافت بأنه كان يفترض حل المشاكل بالتوافق قبل الاستفتاء، وبينت بأن أكراد العراق اليوم ليسوا متفقين كما كانوا في السابق في ظل تمسك البعض بخطاب قومي زائف كما تقول لن يقدم
شيئا للأكراد. أوضحت ثروة عبد الواحد بأن التحالفات الانتخابية التي أعلن عنها أخيرا هي تحالفات هشة وقد تتفتت بعد الانتخابات، ولفتت إلى وجود طبخة للمرحلة المقبلة قد تكون بسماح بعض القوى السياسية بالتدخلات الأمريكية أو ولاءات أحزاب أخرى طوعية لإيران، ولفتت إلى أن القوى الدولية ستساهم بشكل واضح في تشكيل التحالفات المقبلة بسبب وجود أحزاب مرتبطة بالخارج. عضو البرلمان السابق محمود عثمان وهو قيادي كردي يعني أبدأ استغرابه من الخلافات الحادة التي يشهدها الوسط السياسي الكردي، وأكد بأن هذه الخلافات لا تبتعد كثيرا عن الواقع السياسي في العراق بالمجمل الذي جاء بتحالفات ليست مختلفة عن السابق. عدم قدرة هذه التحالفات على تغيير الوضع السياسي الحالي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني لخوض الانتخابات المقبلة منفردا، بحسب القيادي في الحزب عضو البرلمان ماجد شنقالي الذي كشف بأن حزبه يخشى من حدوث تزوير في الانتخابات المقبلة، وهذا ما دفعه إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات في كركوك، وعبر عن خشيته من تعرض الناخبين هناك إلى ضغوط تؤثر على توجهاتهم الانتخابية، ولفت إلى أن الأحزاب الكردية ستدخل الانتخابات وهي متفرقة هذه المرة على أن تتفق بعد الانتخابات، وأشار إلى أن دخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى المناطق المتنازع عليها بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة أخرى يمثل احتلالا لهذه المناطق وقد يؤثر في نتائج الانتخابات. بيّن بأن الأوضاع هناك لن تستقر إلا بتطبيق الدستور كما يقول، وجاء ذلك في وقت ازداد فيه حدة الخلافات الكردية بعد إعلان حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني يوم الثلاثاء الماضي انسحابه من حكومة إقليم كردستان. وأكد الأمين العام للحزب صلاح الدين بهاء الدين بأن سبب الانسحاب يعود لعدم التزام حكومة إقليم كردستان بمذكرة الإصلاح التي قدمها الحزب في وقت سابق، وكان الاتحاد الإسلامي الكردستاني قد أعلن الشهر الماضي عن إعطاء مهلة لحكومة إقليم كردستان حتى 15 من يناير كانون الثاني الحالي للاستجابة للمطالب الجماهيرية بالإصلاح، ولوح بالانسحاب من الحكومة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه، وكان أربعة وزراء من حركة التغيير وزير واحد من الجماعة الإسلامية قد أعلنوا في 20 ديسمبر كانون الأول الماضي انسحابهم من حكومة الإقليم احتجاجا على سياسات سلطات الإقليم. إذن الانتخابات بالمجمل نراها إن كان في بغداد أو في كردستان دخول أحزاب منفردة وتفكك تحالفات على غرار ما حدث لتحالف حيدر العبادي مع الميليشيات في بغداد لم يدم سوى 24 ساعة وبعد ذلك تفكك هذا التحالف، واليوم نشهد بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يدخل إلى الانتخابات منفردا على خلاف ما جاء في الانتخابات السابقة. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع. معنا الاتصال الأول من السليمانية أبو عمر، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. وعلى كذا كلام ترافدين. أهلا أستاذ. بالنسبة حديثك حول الأحزاب الكردية ومشاركتها، أبدأ أقول لك صورة حقيقية. نعم. قسما بالله لا. يعني احنا نعرف السلطة القانونية والسلطة المالية والأمنية كل شيء بيد حزبين، السليمانية وكركوك كان سابقا بيد الاتحاد الوطني الكردستاني صراحة، أما أربيل ودوقت بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا الحزبين هم المسيطرين الأول والتالي بالشارع بالمحافظات، يعني دوائر الدولة بالمدارس بالجامعات، يعني هم عندهم شعبية ما أقول لك ما عندهم. اما نعم. بالنسبه للاحزاب اللي تتحدث عن المستوى مو اكثر بيهم، انا ما دافع عن كل حزب. تمام. احنا ابو عمر نريد نعرف
شنو الأسباب رأيك وأنت مواطن من إقليم كردستان العراق، شنو هي الأسباب اللي تدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الدخول إلى الانتخابات منفردا وليس مع الأحزاب الأخرى؟ لأنه يعرف نفسه مسيطر، هو يعرف نفسه مسيطر، عنده شعبية، عنده أتباع، عنده أنصار من البيشمركة، من الأجهزة الأمنية، أسايش من الشرطة الداخلية، يعني داخلية الشرطة، أجهزة الشرطة، من المرور، من غير كل الموظفين بالدوائر، عنده شعبية صار من يوم البارحة. حسب مثل ما يقول ماضي، والله نسيت من 46 ماضي 46 كاسس الحزب، نسيت بصراحة. يعني من ذاك الوقت لحد الآن، يعني ما أقول لك، عندي ما أقول لكم جابوا الأسد من ديلة، لا، ولا هاي الأحزاب اللي راح تجي أسد تبيع الشرف براس الناس القوران. بصراحة يعني ما عندي، يعني ما أمن بكلهم، ما أمن نعم. كل حزبي بما لديهم فريحون، لكن هاي الأحزاب البقية لو تجي بصراحة مثل قوران، خلي يطلع واحد يقول يا أبو عمر تكذب، أتحدى يطلع واحد من عندهم ترو عبد الواحد ولا غيره يقول يا أبو عمر أنت من السليمانية كذاب. هذول شنو هذول؟ تدري شنو هذول؟ هذول كانوا موجودين بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وحزب التككة، وحزب الشيوعي، وحزب الديمقراطي الكردستاني. بصراحة بعض الأحزاب الإسلامية هذول عمل حسبوها، قالوا إحنا بعد 100-200 سنة يلا نطلع من عنق الزجاجة ونوصل إلى مرحلة القيادة. وما صرف لنا 200 سنة، ما صرف لنا، فصارت لهم صدمة. حزب التغيير نوشي ومصطفى اللي أسسه صارت فرصة لهم، كلهم صاروا أعضاء دي وقيادات دي، وإلا هم كانوا شعب البطل الله وكيلك، ما لهم خلده ولا ترجع إلى تاريخهم. يعني برأيك أنت، برأيك الانتخابات القادمة ما راح تأثر بعد ما يعني الاستفتاء، موضوع الاستفتاء وموضوع الأزمة بين بغداد وأربيل، إغلاق المطارات، موضوع الرواتب والمظاهرات اللي طلعت قبل شهر، ما راح تأثر على نتائج الانتخابات؟ لا ما تأثر، أنا فيها يمين الله ما تأثر. لا. بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود الفزاني ما تأثر عليه، هو عندهم شعبية صار قاعدة عظيمة من يوم البارحة، كبير عندهم، يعني مسيطرين من كل النواحي. هم الاتحاد الوطني الكردستاني يعول عليهم بالسليمانية، يعول على الحزب الديمقراطي الكردستاني، يتمنى انه يدخل في قائمة موحدة زين، وانت زيادهم يفوزون يحصلون. هم سووا انسحبوا من الحكومة، وإلى ما انسحب هو سقط الحكومة، من انسحب من الحكومة سقط الحكومة. فهذول اللي يريدون يصعدون على كتاب الناس، يبيعون أخلاقيات ومثاليات براس كتاب الناس، والله العظيم الصالح لك يا صراحة، ماكو فرق بينهم، كلهم سواسية، كلهم سواسي، كل حزب بما لديهم فريق. أنا أحكي لك صراحة أبو عمر، يعني خروج آلاف من العوائل من كركوك والمناطق المتنازع عليها مع بغداد، هذا ما راح يأثر على الانتخابات القادمة؟ لا، راح يدخلون بالانتخابات، يعني كمهجرين نازحين يدخلون بالانتخابات، عندهم أوليات هناك بمناطق السليمانية وبأربيل، عندهم أوليات خمايط وعيش عنده جنسية، تعال ادخل. إذا ما يسوي يقول لك تفشل الانتخابات ما شارك فيها، لأنه حتى بغداد بعد ما بقى 70 صوت، 80 صوت، 90 مقعد يجي الله، 20-25 30 يمكن أكثرهم مقتدى، أكثرهم مقتدى 35-40 عنده شعبية، هو من بين الشيعة الصدريين جماعة التيار الصدري. أما الأكراد عندهم 60 صوت أستاذ، هذا 60 صوت يحتاجه مقتدى، يحتاجه رياض علاوي، يحتاجه حيدر العبادي، قال شوي احنا لازم نفكر اكثر اوسع وابعد، راح يحتاجوهم 100%. يقولوا تعال معود ما حد يسندي، ما شفت قاسم سليماني جاء المره يتباكى، احنا اخوانكم احنا اهلكم، ما ادري شنو النوري راح ينفصل، فانفصل على النوري، ضربوه على ما اخر ترك له طلعوه، قال له امشي ولي كافيعات، وهاي الميليشيات الطائفيه من كذلك، هذول انتهوا مصيرهم، هذول راح يبحثون عن التفجيرات، طبعا التفجيرات راح تستمر اسبوعا يا اهل العراق. هاي ركبت وراء أبو 15 راح يقتلكم بعد، فدير بالك تضموا نفسكم، لا تروحوا شغل، اقعد تشد البال على بيتك، خلي التفجيرات تنفجر من مكانها، خلايا نايمة، خلايا نايمة، لك الهواتف يضحكون على العالم، ترى كذب، هم بنفسهم، ليش قبل شهر ثلاثة صار خلايا نايمة، قبل أربع أشهر ما صارت، فما يرفض ورد المنافقين والكفرة إلا المنافق والكافر، أنا أحكي بكل صريح العبارة، لا تقول لي مجبور. الشريف المرأة الشريفة تصبر على نفسها وعلى أطفالها وعلى بيتها، ما تنجبر تروح تبيع شرفها، ولا شنو مجبورة ندور حجة، شنو مجبور شمنطي
واسم يوم راح تطلع على التلفزيون تبكي مثل النسوان. ها والله ضربونا هالمره بوري مربع، ضربونا بوري مربع، مكشفين الناس جايبين من هاي العشيره، من هاي العشيره شيخ على ما ادري شنو، والله تعالوا تخبوه. انا اشكرك ابو عمر من ابو عمر من السليمانيه كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال ابو ايمن من عمان، تفضل ابو ايمن. حبيبي تحياتي لك ولكل المستمعين من العراق ولكل الكادر الحبيب بهاي الاذاعه. حبيبي يقول الشاعر الديك يرقص مذبوحا من الالم، وهذا حقيقه هو الرقص الحقيقي، ان كان ب خلينا نقول المدن الكردية، ما بدي أقول إقليم كردستان ولا بدي أقول شمال العراق، أقول المدن التي يسكنها أغلبية كردية أو في العراق كلها في بغداد. فالكل الآن يرقص مذبوحا من الألم. حبيبي إجا التغيير، والتغيير جاء من واشنطن وطهران، وقبل نص هاي السنة، ماشي بكرر، قبل نص هاي السنة سيتم تعيين، ما بقول انتخاب، تعيين حكام جدد مش بس في العراق وإنما في كل العالم الإسلامي. أنا هذا مش جايبها من عندي، إحدى القنوات الثانية اللي فيها حوار، عملت حوار مع أحد ضباط الموساد الإسرائيليين، ماشي صار له 20 سنة متقاعد، والحكي كله اللي بده يسمع. تسمح لي احكي اسم القناه ولا مش داعي؟ لا ما نريد نطلع عن الموضوع ارجوك ابو ايمن، احنا نريد رايك حول انه الانتخابات في كردستان دائما الاحزاب الكرديه تدخل في تحالف واحد في الانتخابات. اليوم الحزب الديمقراطي بزعامه مسعود البرزاني راح يدخل انتخابات يعني منفردا، وهناك تفكك في التحالفات في بغداد. يعني الانتخابات هذه تأتي على وقع بعد معركة مع تنظيم الدولة، بعد خسارة لآلاف من أرواح الأبرياء في العراق، بعد تضحيات، بعد خسارة مليارات الدولارات. كل هذه الأمور الانتخابات القادمة، ونفس الوجوه تريد أن تدخل في هذه الانتخابات. أريد رأيك أنت كمواطن عربي. هاي كلياتها لما تدخل بانتخابات كلياتها راح تفشل. نعم كلياتها راح تفشل، ما في حدا راح يحقق النصاب القانوني، لذلك ما راح يكون في برلمان جاي. وبرجع وبقول الكل عم بحاول يعمل الانتخابات وينهيها قبل مجيء شهر 7. نعم ماشي، حتى انهم يلحقوا حالهم قبل ما يصير. حبيبي بدي تسمح لي بس اناشد اخواننا في الوطن، اخواننا في الدين المسيحيين المؤمنين وبالذات من السريان، وأقول لهم بحق ربنا وربكم ونبينا ونبيكم صلى الله عليهما وسلم أن تقوموا بالاتصال بكافة الكنائس الشرقية في العالم حتى يقوم أتباعها أفرادا وليس حكومات بدعم العالم الإسلامي كلياته مش بس شعب العراق، لأنه السيف مسلط على رقابنا ورقابكم. السيف نسلم عنه. عمان شكرا لك. معنا اتصال ابو حارث من الموصل، تفضل ابو حارث. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي مناسبه الانتخابات، احنا نتكلم عن انتخابات. نعم. اخي هذه الانتخابات هم فرمكه مسوينها قديما، اذا تذكر بال 2010 لما سير ابو غريب، تذكر لو ما تذكر؟ نعم. بل 2010 مو فيض ابو غريب وراها الشو ابو غريب كلها منتخب المالكي. يا اخي هذه كلها تزوير، يعني شغله مفرمكه ضد الشعب العراقي. يعني تشوف الانتخابات القادمه هم راح تتزور؟ اخي تزوير كلها، والله تزوير يا اخي. اخي وين المنتخبين العراقيين؟ وينهم؟ وينهم كلها بالمخيمات مشردين؟ وينهم هم يقولون المناطق السنيه؟ المناطق السنيه وينهم يا اخي؟ هسه انت قاعد تتابع بالتلفزيون وتتابع النازحين وتتابع الناس، وين الناس؟ الناس لا دور لا مسكن لا مأوى لهم، وينهم يعني؟ نعم. تلا قاعد يتكلمون عليها قبل الانتخابات مصالحه وطنيه والعفو العام، هذه كلها احنا عرفناها سالفه عندنا قديمه، يعني معروفه عند الشعب العراقي.
افتهمنا هذه كلها الفرمكات والسواسة التعبانة من قبل السياسيين، السياسيين السنة والشيعة. نعم. يعني ما تخفي عليها العراقيين يا أخي. زين، مصرين الحكومة مصرة على الانتخابات، واليوم وزير الهجرة والمهجرين الجاف يقول بالفعل تم إرغام نازحين على العودة إلى مناطقهم، مع العلم مناطقهم مدمرة، منازلهم مدمرة، غير مؤهلة للعيش، تم إجبارهم للرجوع إلى مناطقهم حتى والله تصير الانتخابات، حتى يرجع يحكم فلان وفلان نفس الوجوه. شلون تشوف قاعد يحدث هذا الشيء بالمخيمات وبكل المناطق؟ يريدون يعبرون هذا الانتخابات، يعبرون يا أخي بال 2010 زوروا الانتخابات، وراها زوروا الانتخابات. احنا نتكلم لك، انا اتذكر عن ابو غريب فيضوها بال 2010 فيضوها كامل. نعم. وما حد انتخب بيها، وراء فتره اعلنوا ان ابو غريب منتخبين المالكي، كلهم منتخبين المالكي. نعم. ابو حارث من الموصل، اني اشكرك معنا اتصال. ام محمد من السليمانيه، تفضل يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وسلام لحضرتك والقناة الرافدين الشريفة اللي تطلع معاناة العراقيين. بس هي مثل ما قال الأخ أبو حارث، هو من ينتقبهم كل تزوير صناديق منك من إيران يكملوها ويقششوها، الصناديق مال الانتخابات تنباد وتتبدل. هو من دا ينتقبهم؟ والله ما أدري، ما حد ينتقبهم. يمكن بالألف 2-3 تاد عمر. نعم. زين، وين اكو هي انتخابات؟ من دا ينتخب الشعب؟ منكوب الشعب. تعرفون شنو منكوب الشعب؟ منكوب العالم، راحت ولدها، راحت زلامها. شلون تنتخب العالم استاذ عمر؟ هذا كله ترى يعني هم دا يسوون صناديق محضريها ويدخلوها بالانتخابات. هاي تنباب وهاي تتدخل، هاي خرفنا منها مال الانتخابات استاذ عمر. نعم. انا دا اشوف القنوات، سجن شمشمان ليلة 14/15 يوم الاثنين بالليل، يوم الأحد على الاثنين 14/15 يوم الأحد على الاثنين الفاتت قبل يومين، خلوا السجناء مال شمشمان. ليش ما حد يجيبهم على الفضائيات؟ أكو ضباط قادة من قبل تفاوضوا عليهم وطلعوهم، مدوهم السجن الناصرية للجنوب. أستاذ عمر، كل المفاوضات على سجن شمشمان، طلعوا السجناء خلوه سجن شمشمان. نعم. شمشمان ومعارك بيناتهم، هم الكراس صارت بيناتهم المعارك على السجن. زين، هذا الشيء ليش ما حد يجيبه بالطاري؟ والله راح اتخبل، ليش ما حد يقول السجناء خلوهم منا ودوهم للجنوب بالليل؟ نعم. بالليل يوم بس محمد طلعوهم مننا ودوهم للجنوب. زين، للسجناء مال شمشمان وخلوه للسجن، وانا مثبته على كلامي. بس دا شوف شو، ما حد يجيب، لا دا يخابر من القنيم او لا دا يخابر منا ومنا، ما حد يقول السجناء خلوهم مال شمشمان. ليش ما يقولون اخذوهم؟ زين، ليش ما يقولون طلعوهم بالليل والمعارك من العشر الصبح بيناتهم؟ نعم. اي اكو حد؟ انا ما شفت بالفضائيا، متابعة التلفزيون ما شفت فضائيا، حد الوحده بالليل اتفرج على التلفزيون ما دا اشوف فضائيا. نعم. تذكر هذا الشيء. زين، وين ليش دا ياخذون ولد الخايبات؟ ليش دا يقتلون ولد الخايبات؟ دا يذبحوهم للضباط القدماء هناك بالجنوب، دا يقتلون الضباط القدماء القياديين السابقين. نعم. القادة بالجنوب استاذ عمر، ترى السمكة مرات جايفة استاذ عمر. نعم. ام محمد من السليمانية، شكرا جزيلا لك. نقرا بعض رسائل واتساب متعلقة بهذا الموضوع. يقول: انظر لمجريات الأحداث خاصة وهي تتزامن مع الانتخابات في بغداد، وهناك في الإقليم كل هؤلاء يعمل على مكاسب ومصالح، فمن في بغداد هم أحزاب وكتل تريد الكراسي، وأما أصحاب الإقليم فهم يريدون وراثة الإقليم وواقع العراق، واقع أحداث ومآسي السبب أذرع إيران التي تمسك الواقع في العراق، فلتقم ثورة ضد هؤلاء لقلعهم من جذورهم، ويجب وجود قيادة وطنية تقود الشعب ليثور على هؤلاء الطغمة وقلعهم من مكانهم لغير رجعة. لك الله يا عراق. يقول: يجب تغيير الوجوه
التي أهدرت وسرقت وقتلت وشردت مبروك من الإمارات. في رسالة أخرى يقول: التفكك والفساد والتفرد بالسلطة يعم كل العراق شمالا وجنوبا، فوضع الإقليم لا يختلف بالتأكيد، الجميع ينظر إلى الفوز لأغراض شخصية وكسب مادي وليس من منطلق وطني. في رسالة أخرى يقول أخ عمر: هل بقي أدنى شك للشعب بأن العملاء والسراق والعمائم هم من سرقوا البلاد، وهم من جوعوا الشعب، وهم من فرقوا الشعب الواحد من الشمال إلى الجنوب، وخلقوا فتنة طائفية، وما يحصل لأهل السنة من تهجير وسرقة لأملاكهم، والآن المشروع ينفذ في كردستان العراق، والمصيبة كل طاقم السلطة يأتمرون بإيران وولائهم للولي الفقيه ويقولونها علنا، إذن ماذا ننتظر يا شعب لإعادة الحق لأهل العراق الأصلاء؟ لم يذكر اسمه على الواتساب. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم في تقديم هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو احمد من الرمادي، تفضل ابو احمد. ابو احمد. نعم، الله يسعدك استاذ عمر. حياك الله ابو احمد. احنا كنا نتحدث قبل الفاصل عن ان هذه الانتخابات الاحزاب مصره على اجراء هذه الانتخابات، وعلى سبيل المثال عندنا اليوم تحدثنا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامه مسعود البرزاني يريد ان يدخل الانتخابات منفرد وليس مع الأحزاب الكردية كما هو العادة في الانتخابات السابقة. أنت برأيك ليش الأحزاب اليوم تشهد تفكك وتشرذم وتغيير بالأسماء من أحزاب دينية إلى أحزاب مدنية؟ ما رأيك بهذا الموضوع أبو أحمد؟ بالنسبة لأستاذ عمر، هاي الحكومة يسمون بها حكومة وإنما هي عصابة. اسمعني من التلفون مباشرة، الله يخليك، واترك لي التلفزيون. أبو أحمد، أبو أحمد عام الشطرنج أخويا أستاذ عمر، بس عف للتلفزيون. وجات تحارف يجيبون هذا الوجه وهي هذا الوجه، وهم كلهم مطلوبين وكلهم يعني فساد برقابهم ومجرمين حرب، وحكومة هاي مو صالح الشعب وإنما صالح أنفسهم. نعم زين، انت برايك هم راح هم راح يضحكون على الشعب مره ثانيه؟ ما نخدم هذا الشعب، وانا نعم. طالب بحاكم عسكري ومريد ولا حزب يقدم هذا اللي الشعب من العراق، مريد اي حزب مريد، اريد حاكم عسكري بحزب واحد بانه ينظر على هذا الشعب المسكين، لان ايش تنتخب؟ نعم الشعب كله موجود معتقلات بالسجون مين عليهم؟ لا عفو ولا شيء، والناس مهجرين خارج البلد وداخل البلد، اللي تتخذ وهم دول كلهم مطلوبين جنايات دوليه، محاكم جنايات دوليه على المجلس يحاسبون. يا اخي يا استاذ عمر، الشعب ملهم ما يريدهم، هي لزقه قوموا لزقه ودمرهم الشعب الكامل، لو الشعب بالكامل، واحنا صرنا مضحكه للامه العربيه ولكل الدول صرنا مضحكه بسبب هذه العصابه الطائفيه. نعم زين، انت برايك هم راح يصير اقبال من قبل بعض فئات الشعب ويروح ينتخبوهم تحت يافطة الديمقراطية؟ ابو احمد اذا تسمح لي، تحت يافطة الديمقراطية والله تعالوا انتخبوا، وان شاء الله الانتخابات الجاية زينة والامور راح تصير افضل وتتحسن الامور، وهذا الى دجاجة وهذا الى سيم كارت وهذا الى كارت مال موبايل، يعني مسرحية يضحكون بها على الناس. هم راح يصير هذا الشيء ويروحون الناس؟ لا، المسرحية جاي يضحك علينا أستاذ عمر، هذا ضحك على المخون، هذا ضحك على الشعب العراقي.
نعم. يعني هذا اللي يروح يبيع بطاقته يعتبر بانه خاين ومجرم وياهم، وخاين حتى عرضه ولا لهم شرفه، كل واحد يمشي وراء هاي العصابه. نعم. يعني انت ناس لا مدارس لا مستشفيات لا رواتب لا كل شيء، علم ما ضل، مصانع وقفت، لانه مو مهنيين، البلد راح انتهى ولا مي. هسه هاي الزراعه اللي بالجنوب كلها تتناشب على المي، ماكو مي. هسه سولف ابو احمد انت بالرمادي. الجنوب بالكامل ما سولف لنا بالله. ناشب لاخواننا بالجنوب. نعم. هسه تشهد الرمادي. نعم. ثوره ال 20 يجوز مدة ثوره ال 20 دول اللي مشهودينهم. ابو احمد تسمعني؟ ابو احمد أنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي، رسالة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد لا يخفى على الشعب العراقي الجريح بكافة طوائفه وقومياته بأن الانتخابات البرلمانية لا يستفاد منها الشعب، وإنما هي لفائدة كل الكتل بما فيها الكتل الكردستانية، والشعب هو الخاسر الوحيد، والدليل بأن المسؤولين يأكلون ما لذ وطاب، والمواطن يلوك الحصرم كما يقول أبو مصطفى الجبوري. معنا اتصال أبو مصطفى من بابل، تفضل أبو مصطفى. أبو انقطع الاتصال مع أبو مصطفى. احنا نريد نخصص الوقت الثاني من البرنامج حول موضوع التفجيرات مع الأسف التي حدثت في بغداد يوم الاثنين، وراح ضحيتها ما يقارب من 40 شخص بريء، ناس عمال كسبة واقفين في ساحة الطيران في العاصمة بغداد، وانفجر عليهم يعني انفجارين. هناك من يقول بأن انتحاريين دخلوا على هؤلاء، وهناك من يقول بأنها عبوات ناسفة، وهناك من يقول سيارة مفخخة. لغاية هذه اللحظة ولغاية الآن لم تقوم جهة بتبني هذه العملية، إن كان من تنظيم داعش أو تنظيمات أخرى. ردة فعل الشارع العراقي كانت يعني غاضبة صراحة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وفي فيسبوك كانت كبيرة. هناك مقتطف لشاب عراقي يتحدث عن هذه المأساة في بغداد، ويتكلم كيف بأن المسؤول يعيش في بحبوحة وفي رغد، وابن العراق والمواطن البسيط كيف يعاني ما يعاني. نأخذ هذا المقتطف أعزائي المشاهدين ونعود إليكم. اجوا اشلون دول عوالم راح يضلون ايتام ومعامل عبيتك ما في لهم حقوق. ليش؟ لان الفاسد يبوكم. وانا شكوا شفتوا من سياسي ابن حزب طاح واستشهد، يا بس ود الفقرة بس الفرات الأوسط والجنوب، وتجي تخصص عليه كهرباء وتجي تقطع بطاقته وتبلش مدرسته. أسألكم أنتم كعراقيين، خليه يسمع المثقف قاعد يزور على مثقف قاعد بيتجاوز، هاي مو ثقافة. الثقافة تصرف ضد الوالد وتوقف عياله، هاي الثقافة. أسأل مرة ثانية ابن حمار استشهد، ابن مالك استشهد، ابن حمار ابن المالك استشهد، ابن مجنوني ابن خالد عطية قاود الفقرة. والله عيب علينا انت خفاتني ترك الشوط تعزوز وقطع براجي دماغي ماكو ولا من العراق والفقرة. انت خلك واحد ما يرضى الله بس عند الثانية بس بغيبو الله يرضى عليك. ليش حشمرك ليش حشمرك والله اكبر على عالي شخص. نعم، شاهدنا هذا التعبير عن رأي لهذا الشاب في العاصمة بغداد، وكيف يتكلم بأن يقول بأن ابن المسؤول لم يتعرض لضرر ولا لأذى، لا ابن عمار الحكيم ولا المالكي ولا لغيره، وحتى البطاقة التموينية هذه الحكومة يعني ألغتها. معنا اتصال أبو علي من إيران، تفضل أبو علي. ورحمة الله وبركاته يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. على قناتكم الموقرة وعلى الكادر وبالخصوص الكنترول. حياك حبيبي عمر. هذه الدولة هذه الحكومة ما تفكر تفكير. نعم. بدولة بناء، تفكر تفكير دولي. وأما العراقيين بالسنة والشيعة، للأسف نقول سنة وشيعة وكذا، سنة وشيعة. انقطع الاتصال مع أبو علي من إيران. في رسالة في الواتساب يقول: هذه الانفجارات والجرائم اليومية لم ولن تتوقف، وذلك بعد
تمكين العصابات الإجرامية من رقاب الناس وإضفاء الشرعية والغطاء الدولي عليها من قبل أسيادهم من اللقطاء وخضوع جميع الذين يدعون المقاومة والرفض أو المعارضة واستسلامهم وانخراطهم في المشروعات المشبوهة أبو قاسم من فلسطين. يعني شاهدنا هذا المقطع لهذا الشاب بالفعل بأنه عودة الانفجارات إلى العاصمة بغداد يعني ألقت الكثير من التساؤلات من قبل الشارع العراقي وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا الآن تعود الانفجارات إلى العاصمة بغداد مع تفكك التحالفات مع العباد والميليشيات؟ هناك يعني اتهامات واضحة وصريحة من قبل الكثير من العراقيين بأن المسؤول على هذه التفجيرات هي الحكومة، إن كان من ناحية التقصير أو التعمد من قبل أطراف في داخل هذه الحكومة. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أستاذ عمر، بداية أحب أن أشكر قناة الرافدين وكل كادرها اللي سمحوا لنا أن ندلي بآرائنا وعرض معاناتنا، وبصراحة هي صارت القناة الوحيدة اللي صارت المتنفس الوحيد مالنا. فكل الشكر والتقدير للقناة ومديرها وكادرها. برأي أستاذ عمر، انتخابات كردستان حالها حال انتخابات بقية المحافظات العراقية. الأوضاع الأخيرة بعد الاستفتاء بينت اللي كان يعاني الإكراد بظل سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني على زمام الأمور من زمن ملا مصطفى البرزاني إلى وقتنا هذا. الحزب الديمقراطي مسيطر كثير من الإكراد، مظلومين، حالهم حال المظلومين من العرب. وبالنسبة لإجبار النازحين على العودة للمناطق المحررة لأجل إجبارهم على المشاركة بالانتخابات، يعني هي حتى نفس الوجوه الكالحة المجرمة تستمر بنهب كل حقوق المواطن. هم بالأساس يا أستاذ عمر ما ضابطين الأوضاع الأمنية بالبلد. يعني صور حضرتك أستاذ عمر تقرير سمعته البارحة يقول فقط بمحافظة ذي قار 5500 جريمة خلال 2017. طيب إذا يعلنون كل الجرائم بكل المحافظات إيش راح يكون الرقم؟ بلد دمرت الأحزاب، لا تعليم لا صحة لا أمان، دمار للبنية التحتية، تهجير أكثر من 7 ملايين مواطن. تفجيرات اللي صارت كل العراقيين يعرفون بها أستاذ عمر. تفجيرات إذا يختلفون الأحزاب الحاكمة والكتل السياسية إذا يختلفون على شيء راح تبدأ التفجيرات، واللي واقع بها المواطن الفقير هاي تفجيرات ساحة عدن وتفجيرات ساحة الطيران واللي راحوا بيها. ما يعني الحل الوحيد أستاذ عمر، الحل الوحيد لاستقرار العراق هو ثورة الشعب، كل الشعب كله. يعني هسه مقتدى الصدر لما دا يأمر أتباعها ويطلعون ويقولهم مظاهرات يطلعون 3 ملايين أو أكثر من 3 ملايين، ما يقدرون زور يطبون للمنطقة الخضراء وينهون هالموجودين كلهم؟ لو بس يطلعون يهتفون ونوشوا السيد مقتدى كم رزمة من الدولارات وسحب جماعته وقعد وانتهى الامر. يعني انتوا دخلتوا للبرلمان وبقيت هناك ونصبت لك خيمه، شنو اللي سويته؟ شنو اللي قدمته؟ نعم. يعني هسه اذا تصير ثوره، والله العظيم انا برايي اذا تصير ثوره للشعب، وثوره لازم كل الشعب ضد كل الحكومه، من اللي يسمون نفسهم سياسيين برلمانيين معممين وكل المراجع بصوره عامه، والله تلقي مطار بغداد بعد ما إلك محط رجل بيه على مد هروبهم. الكل تطلع تنهزم، وعدهم هم أملاكهم هناك وعدهم مصانعهم وفللهم ومعاملهم وبيوتهم كلها جاهزة هناك، والمواطن يدق ويلطم من الصبح لليل ما حد إلى شغلة بيه. والميليشيات تقتل وتنهب وتعذب وتعتقل، والسلاح منتشر بكل العراق. ماكو دولة بالعالم كلها مواطنيها يملكون سلاح قد ما يملكون الشعب العراقي هسه، وخاصة الميليشيات. نعم. الميليشيات هاي اللي دمرت كل البلد، ما خلت شيء بالبلد إذا ما دمرتها. 7 ملايين نازح بسبب الميليشيات، بسبب الدواعش. بالبداية قلنا الدواعش بالله راحوا وانتهوا وفضت الأمور. زين هسه أنتوا ليش ما تخلون الناس ترجع المناطق المحررة؟ نعم. وحتى إذا تريد ترجع أنتوا غير تقدموا لهم شيء حتى يعينهم على معيشتهم. يعني طلع قبل كم يوم القائم مقام مال القضاء القائم يقول الحكومة منعت عنا النفط، يعني بهذا الموسم حكومة تمنع النفط عن مواطنين ومحررين مناطقهم على أساس شنو قصدهم بهذا يا أستاذ عمر؟
لو ما هم القصد مالهم الوحيد القضاء على كل أهل السنة وما يردون راحة لكل أهل السنة بالبلد. حسبنا نعم. الله ونعم الوكيل عليهم. نعم. ما نقول شيء. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا. نأخذ أبو يحيى من ديالى. أبو يحيى. أبو قطع اتصال مع أبو يحيى. أبو عبد الله من لندن. تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو عبد الله. شكرا أخي عمر، تحية لك ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين. أنا أعتقد سبب دخول حزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يعني في بقائمتين مختلفتين. نعم. أنا أظن بسبب لأن الاتحاد الوطني الكردستاني أنا أعتقد الحزب الديمقراطي يعني يتهم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هم سبب في يعني لم يقاتلوا دفاعا عن كركوك، لأنه قاسم سليماني عندما ذهب إلى السليمانية طلب من اتحاد الوطن الكردستاني وأن ينسحبوا، فكانت يعني هذا السبب هم يعني زعلانين لهذا السبب على الاتحاد الوطني الكردستاني. نعم. ليسوا متفقين يعني في موضوع الاستفتاء عندما انسحبوا من كركوك والمناطق الكردية. أما أخي الكريم، أنا بالنسبة لجورج بوش عندما يعني بعد ارتكب جريمتهم عندما غزوا العراق. نعم. وعندما كان عندما بدأ الانتخابات كان هناك برقيات تهنئة إلى جورج بوش وإلى توني بلير، وكانوا يعني يتفاخرون إن هناك أول عملية حرة ديمقراطية في الشرق الأوسط، كانوا يتباهون إن هنا في العراق يعني هناك ذهب نظام دكتاتوري وجاءوا بنظام ديمقراطي حر. فيعني رأينا على أرض الواقع هذه الكارثة. يعني أنتم قبل قليل واحد معمم شيعي يقول وين الأمان في الشارع، كلها بكيسيات، وين يعني تطور، وين الصناعة، وين الزراعة، وين يعني في العراق كلها قتل والتهجير. فقصدي هذا الذي جلب لنا الأمريكان، هذه أول عملية حرة ديمقراطية في الشرق الأوسط. أم جاءوا بالشذات الآفاق من وجاءوا بهؤلاء الطائفيين من إيران. نعم. ويعني ينتقمون من أهل العراق ويسرقون خيرات العراق وهجروا العراقيين. فأي ديمقراطية تحدث عنه هذا المجرم بوش الذي ذهب إلى غزو العراق بدون تفويض من الأمم المتحدة؟ يعني هم ضربوا قوانين الأمم المتحدة بعرض الحائط وارتكبوا جريمة الكبرى على أساس، ثم بعدين يعني يعتبرون ليس هناك أسلحة دمار شامل في العراق وليس هناك. نعم. لصدام. نعم أخي، فإن شاء الله ينتقم منهم بإذن الله. أبو عبد الله من لندن كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أم ياسر من بغداد. ناصر من بغداد. ألو. تفضل. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا بك. شكرا أستاذ مصطفى أستاذ محمد. أستاذ عمر معك، تفضل. أستاذ عمر تفضل. البارحة الجماعة أنه الرئيس يؤكد على أنه حقوق المواطنين. والله أستاذ عمر عندنا معاملة مع الشهيد صار لها 21 شهر. صار لها 21 شهر. معاملة مال شنو ناصر؟ الشهيد ما تقاعد. تقاعد. شهيد يعني شو وقت مستشهد؟ استشهد في 2016. وقدم الطلب يوم. هو جندي كان ناصر؟ هو جندي. لا مواطن عادي بانفجار. سيارة إرهاب. تمام. سيارة بانفجار. تمام. من 2016 لحد الآن ما مستلمين حتى حقوق المال الدفنة ما مستلميها. فهم لما يطلعون بالتلفزيون ويقولون احنا قدرنا خدمات للمواطنين، هاي الخدمات طبعا أستاذ عمر ذولا ناس كذابين دجلة جو من اجل سحق الشعب العراقي، فناس كذابين لحد يثق بهم. نفس رئيس الوزراء هذا قدمت طلب يوم 5/3/2017 من 5/3 لحد الآن ما قدم لي اي طلب واي رد. اي طلب واي رد ما رد لنا. فذولا استاذ ذولا اجوا عملاء من ايران، اجوا عملاء من ايران يحكمون البلد. فانا اتمنى انه من الناس اللي تروح للانتخابات انه تمتنع استاذ عمر، يمتنعون، لان
من تشاركه أنت كأنما أنه تساهم بإيذاء بلد. يعني أنا المواطن العراقي يخلي يصير عنده وعي، يخلي يصير عنده إحساس، لا يعتمد على ذول الناس المعممين اللي مرتبطين بالأساس بجذور أجنبية. بجذور أجنبية أستاذ عمر، نعم جذورهم أجنبية، يعني هذا من يرتبط الجذر أجنبي بالتأكيد ولا أي كل الغرب أو للأجانب. فأنا أشكرك أستاذ عمر حتى أنه تعرف أنه الخدمات اللي يقدموها للمواطنين هي هاي. قبل ثلاث أيام أنا كنت بدأت المستحقات المالية، نعم المستحقات المالية بالاسمح المغربية يقول فلوس ماك، يقول فلوس ماك بالمستحقات المالية، يقول لي فلوس ماك. طيب أنا أسأله يعني أستاذ عمر أنه صار رئيس نعم. الوزراء شهرين ما ماخذ راتب، نعم يعني صار له شهرين ما ماخذ راتب. لا هم رواتبهم ومخصصاتهم يعني لا تمس أبدا. أستاذ عمر أنت تدري بالوضع شلون، الشهيد اليوم اللي ما عنده عمامة واللي ما عنده معقل والمو عميل ما يستحق ما ينطو ولا دينار، ولا معقولة صار له 21 شهر؟ نعم الله يعينكم الله يعينكم ناصر. أنا أشكرك والله الله يرحمه ويعوض الجنة. معنا عاود الاتصال معنا أبو يحيى من ديالى. أبو يحيى عندنا دقيقتين تفضل. أبو يحيى الله يخليك اترك التلفزيون. يعني دائما نأكد على هذا الموضوع يا جماعة الخير، يعني ليش احنا نشغل التلفزيون ما انت صوتك طالع بالشاشة؟ تفضل عيني تفضل. نعم عيني كان عمر. السلام عليكم أخويا العزيز الغالي، السلام على قناة رفضين البطلة. أخ عمر هو إذا ترجع الكراد مسعود الغرزاني رجع الكراد 40 سنة لورا، شتتهم بهذا الكفتاء. يا أخي هاي كلها كانت بيدك والشعب الكردي الواصل ماكو فلوس ماكو، كلها كانت المناسب كلها بيدك، وخربط الغزل على الكراد وإنت ما يستبقون وين الأمر بعد ما يستبقون الأحزاب الشيء راح ده. يعني خربط الوضع على 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 الكراد هو الأخ مسعود البرزاني. ليش يا أخي هسه الحزب بعد تنافرت ماكو بعد مجال بالأمر. نرجع الحكومة مالتنا، الحكومة إرادتها من الله لزمة تسأل الملافظ ودخلت على كردستان ورجعتها هسه ما يستمتعون نهائيا ما يستمتعون كل شيء اللي كان بعد هاي الشيء اللي دايما عنده. ترجع الحكومة أخي العزيز نشوف حيدر العبادي راح على شهيد البارحة سوى بيه ألفيس مشهور الصور أجلس شوف شلنا السيارات اشتروا بيها بل كنازل المزمو بل كنازل المزمو. نعم أبو يحيى من ديالى عذرا على المقاطعة، خلص وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.